العرجي يتخلى عن تشكيل الحكومة، والإطار يختار السوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، وينتظر دخان جبال كردستان. لا توافق كردي بشأن اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، فهل سيحسم مع تمسك الحزبين بمنصب الرئاسة؟ حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث يجمع العراقيون قبل المراقبين أن هنالك مؤشرات محتملة لرسم صورة متوقعة لرئيس الوزراء مع حسم الإطار التنسيقي لمرشحه. ليس المهم من هو، الأكثر أهمية التساؤلات عن مقدرته السياسية ونزاهته وقدرته على القيادة والكاريزما الشخصية المفترض أن يتميز بها من أجل مرحلة تغيير وجودي في العراق. الأهم من كل ذلك، هل بإمكانه استعادة الثقة عند المواطن البسيط؟ هل سيمتلك الشجاعة السياسية والوطنية ليرد على السؤال العارم في البلاد منذ سنوات: نريد وطن، ويقول: ها نحن أعدنا لكم العراق. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، ما يزال الخلاف مستمر داخل البيت الكردي بشأن مرشح رئيس الجمهورية، مع تمسك القطبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد بالمنصب. ورغم مرور أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن القوى السياسية ومنها الكردية أخفقت في حسم منصب رئيس الجمهورية، وبدوره يدعو الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الحكومة. إذن مشاهدينا، من بين خمسة مرشحين اتفق الإطار الشيعي على تقديم محمد الشيع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة أو المرتقب تشكيلها، بعد أن اتفقت جميع قياداته بأجواء إيجابية خلال اجتماع عقد اليوم في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ببغداد، فيما تتجه الأنظار نحو الحزبين الكرديين لحسم مرشح رئاسة العراق الذي بدوره سيكلف السوداني بعد التصويت عليه في مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة. إذن مشاهدينا، فنتابع تقرير الزميل علي حبيب. دخل المشهد السياسي في العراق فصلا جديدا بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت في 24 ساعة الماضية. قاسم الأعرجي يعتذر عن توليه رئاسة الحكومة المقبلة بعد تقديمه من قبل لجنة الإطار المكلفة باختيار المرشحين، فيما صوتت قوى الإطار بالإجماع على محمد الشيع السوداني كمرشح نهائي لهذا المنصب. سيكون من السهولة جدا اختيار رئيس الوزراء، لأن الأغلبية الآن التي يمثلها الإطار قادرة على يعني انتخاب رئيس الوزراء. حسم جدلية هذه المناصب بعد التقارب الأخير الذي سجلته الأيام الأخيرة سينعكس إيجابا على إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي فإن المهمة ستكون أسهل، خاصة مع التسريبات التي تقترب من كونها مؤكدة بأن أحزاب الشمال اتفقت على مرشح تسوية يمكن معه تجاوز التعقيد الأكبر الذي يمثله نصاب الثلثين. ولهذه التطورات ترقب في الشارع. عليه أن يكون هنالك اتفاق ما بين كل الأطراف من أجل لملمة كل المشاكل والمعوقات، وبالتالي اختيار رئيس جمهورية يكون هنالك عليه شبه اتفاق أو إجماع بالأصح، ومن ثم اختيار رئيس وزراء أو حكومة عراقية فعلا قادرة على انتشال الواقع العراقي من كثير من مشاكله. أتمنى التسارع بتشكيل الحكومة، أي مكان أي كان، يعني من رئيس الوزراء إلى الوزراء، كل واحد مكانه صحيح، من أجل يعني يقودون العراق إلى بر الأمان. ومع اعتماد الإطار الشيعي مبادئ التوازن والشراكة كركائز لتشكيل الحكومة،
واستعداده الكامل لتبني الحكومة واختيار مرشحه وفق المعايير المطلوبة من الفضاء الوطني، فإن أزمة تشكيل الحكومة بدأت بالتحلل جزئياً، وربما يشهد الأسبوع الحالي عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف محمد الشيع بتشكيل كابينته الوزارية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الأكارم في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله. أهلا بك سيد علي. حياكم الله. وكذلك الترحيب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم ينضمنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم ما سيد مهدي. أهلا وسهلا. وأيضا الترحيب بالنائب السابق سيد أحمد العربي ينضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد أحمد. أبدأ معك سيد علي، كيف جرت عملية اختيار محمد الشيع السوداني لمنصب رئيس الوزراء؟ هل كانت من قبل قيادات الكتل أم هي كانت بالتصويت أم بالإجماع أم ماذا؟ شكرا لهذه الاستضافة سيد بشار، تحية طيبة لحضرتك للضيوف الكرام لفريق العمل لمشاهدي قناتكم الكريمة. أعتقد الإطار سار بخطوات متزنة، خطوات محسوبة جدا منذ بدء إعلان النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية ولحد لحظة إعلان السيد محمد الشيع مرشح عن الإطار كممثل لها لمنصب رئيس مجلس الوزراء. لا. أعتقد الاختيار جاء من خلال لجنة تم اختيارها من قبل قادة الإطار التنسيقي، وبالتالي عبر هذه الآلية تم حقيقة اختيار أكثر من شخصية، لكن كان المرشح الأوفر حظاً وبالإجماع، وهذا يبين تماسك قوى الإطار التنسيقي في موضوع الاختيار من خلال هذه اللجنة. لذلك الآلية أعتقد هنالك معيار، وهذا المعيار يبدو أنه سينعكس حتى على موضوع المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية، وبالتالي الانطباع الأهم الذي وصل حقيقة للرأي العام أنه الإطار التنسيقي لا كما يثار في الإعلام الأصفر أنه يحقق لديه مشاكل ولديه عراقيل داخل قوى الإطار، لا بالعكس، من خلال اختيار لشخصية محمد الشيع وبالإجماع بين أنه هنالك اتفاق كبير داخل قوى الإطار التنسيقي. أهلا بك مرة أخرى سيد مهدي، وأنا أود أن أسألك يعني عن رأي الحزب الديمقراطي بمرشح الإطار السيد محمد الشيع السوداني. هل هناك مقبولية من خصوصا الحزب الديمقراطي والأطراف الكردية الأخرى، أم الموضوع متوقف على قضية رئاسة الجمهورية؟ ستقبلون بمحمد الشيع أم لا تقبلون، بالاعتماد أنه تحصلون على رئاسة الجمهورية أو لا تحصلون عليها؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ولقناتكم وشاهديك وأخي وصديقي وزميلي السيد علي المحترم وضيفك الآخر. جنابك يعرف أنه بعد ما تم ترشيح السيد محمد الشيع السوداني باعتبار كعرفه السياسي اللي ترى أنه يكون من حصة الأخ الأكبر هي رئاسة الوزراء، فأي شخصية تطلع يعني تخرج من هذا البيت أو هذا المكون الأكبر عرفه أنه هو داخل هذا البيت يجب أن يكون بالتوافق من كل الكتل، والحمد لله والشكر اليوم أعتقد هي خطوة إلى الأمام من أجل السير بالعملية السياسية إلى الأمام أولا. ثانيا، رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية أعتقد هي ليس لديها أي مشكلة مع أي شخصية تخرج من بيت الشيعي باعتبار هي من صميم أو من عمل
هذا المكون. نعم. ثانيا هناك ثوابت لدى اي مكون وخاصه الحزب الديمقراطي الكردستاني طرحها الزعيم مسعود البرزاني، هي الثوابت اللي طرحها هي التوافق الشراكه التوازن اللي تم ارسالها حتى على الاخوه بالاطار وتم الموافقه عليها من خلال مجلس النواب وطرحها من قبل السيد احمد الاسد، وهذا دليل على موافقتهم على هذه الثوابت، وهذا اهم ما بالموضوع. ثانيا هي تطبيق فقرات الدستور، يعني يجب ان تطبق فقرات الدستور وتطبيقها من اجل حل كافه المشاكل المستعصيه ما موجوده بين الاقليم والمركز، وهذا ما سيكون ان شاء الله خلال الفتره القادمه باعتبار كفى مشاكل كفى هذه الامور المستعصيه. اذا ليس لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا الكرد اذا كان الشخصيه لديها هذه المقبوليه، وانا كشخص انا يعني عاصرت السيد محمد الشيع السوداني كوزارة الهجرة شخصية مرموقة وشخصية نزيهة ولديها باع طويل في العمل السياسي. أيضا نجدد ترحيب بالسيد أحمد العليبي النائب السابق عبر سكايب، أهلا بك سيد أحمد. ويعني نود أن نسألك عن مدى المقبولية المحلية والدولية أيضا لمرشح الإطار السيد محمد الشيع السوداني، هل يعني تم من جانب آخر والجانب المحلي المهم، هل تم إشعار التيار بالنية لترشيح السوداني أم سيؤخذ هذا الرأي أم لا؟ يبدو أن هناك خلل بالاتصال، نعتذر لكم السيد أحمد، نرجو تأمين الاتصال مرة أخرى بالسيد أحمد العرابي. أعود لك سيد علي، المقبولية ذات السؤال، المقبولية المحلية والدولية إلى أي درجة يتمتع بها حمد الشيع السوداني، وعلما أنه طرح أكثر من مرة كمرشح ومرشح قوي لرئاسة الحكومة في وقت دورة 2018 في وقت الحكومة المؤقتة وأيضا في هذه الفترة؟ شوف أستاذ بشار، أنا أعتقد موضوع المقبولية شغلة نسبية وغير خاضعة حقيقة لمعيار يعني موضوعي، فبالتالي قد تكون المزاجية السياسية سواء للفاعل الداخلي أو الخارجي غير متزنة، فبالتالي نعم يجب من المفترض أن يجب مراعاتها، لكن لا يعني أنه بالضرورة إذا كان هنالك اعتراض على هذه الشخصية يجب الركون إلى أو يتم الإذعان لهذه، لا من المفترض. لكن من المفترض المقاطعة سيد علي، لكن في هذه الفقرة أو هذه الموجز تحديدا يعني تم التركيز على المقبولية من قبل الأطراف السياسية الأخرى وأيضا الأطراف الدولية، لكن داخلية بشكل كبير كانت الكتل السياسية تركز على مرشح مقبول لدى الجميع، مرشح غير مستفز. شخصية الأمانة شخصية السيد محمد الشيع شخصية مقبولة سواء للفاعل الداخلي أو الخارجي، لكن أقول أنه هذا المعيار نعم يجب أن يراعى، وإحنا حقيقة ضمن منظومة مجتمع دولي، فبالتالي يجب أن تراعى من قبل قوى الإطار التنسيقي، لكن هذا الموضوع لم يكن بالضرورة هو السمة الإجبارية للإطار حتى يتم ترشيح هذه الشخصية. يعني النزول بالكامل مثل ما صار يا سيد الكاظمي أعتقد الثمن كان كبير خصوصا على قوى الإطار التنسيقي، هذه النقطة تم مراعاتها من قبل الإطار، لكن ليس بالضرورة أن تكون إلى حد الإذعان لمزاجية الفاعل السياسي الداخلي والخارجي. لكن بالمجمل شخصية السيد محمد الشيع برأيي لا تمتلك أي تقاطعات مع أي مكون سياسي داخلي وحتى مع الفوائد الفاعل السياسية الخارجية، أعتقد هذه الشخصية مقبولة إلى درجة. لكن أكو نقاط وشروط أخرى كانت اللجنة اللي شكلها الإطار شروط وضعها لاختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب بهذه الفترة، توفرت بالسيد السوداني هذه الشروط؟ يعني كانوا يبحثون عن شخصية مستقلة ليست من القيادات الصف الأول وتتمتع بصفة أو سبعة النزاهة، ما عنده أي ملفات فساد أو أي مشاكل؟ يعني برأيي طبعا اللجنة وضعت معيار أستاذ بشار، وهذا المعيار من المفترض أنه تم مقابلة أغلبية الأسماء اللي تم ترشيحها، وأعتقد من الأشياء اللي تم مناقشتها مع شخصية السيد محمد الشيع وعموم الشخصيات اللي كانت مرشحة لهذا الموضوع هو موضوع الإدارة
والقيادة وموضوع المنهاج الحكومي سواء على المستوى العام أو المستوى الوزاري. وبالتالي من خلال الاستخلاص وصلت اللجنة إلى أنه الشخصية المؤهلة للترشيح للمرحلة القادمة والأنجع هو سيد محمد الشياع. وبالمناسبة هذه الشخصية تدرجت يعني على المستوى الوظيفي. أنا برأيي شخصية السيد الشياع برأيي جاءت من خلال التدرج الوظيفي، وهذا التدرج الوظيفي سوف يعطي قوة لكاريزمة السيد الشياع في إدارة منصب رئيس مجلس الوزراء. يعني من نحكي رئيس قسم، قيم مقام، عضو مجلس محافظة، محافظ، عضو برلمان، ثم شغل منصب وزير لقرابة 7 وزارات، هذا يعطي حقيقة قوة ودعامة في المرحلة القادمة لإدارة هذا المنصب المهم. بالإضافة لجانبهم حتى التدرج السياسي، برأيي السيد الشياع تدرج سياسيا، فبالتالي شخصية مؤهلة لأن تنجح في المرحلة القادمة. أعتقد الطريق وليس بالسهل لكنه ليس بالمستحيل، خصوصا وأكو دعم كبير راح يكون من عموم قوى الإطار التنسيقي في المرحلة القادمة، لأن هنالك توأمة ما بين رئاسة الوزراء والهيئة القيادية في الإطار التنسيقي، سوف تعمل على توفير جو مثالي من أجل النجاح. ربما السيد الشياع الأهم الدعم من بقية القوى السياسية، لكن أعود إلى هذه النقطة بعد أن نرحب مرة أخرى بسيد أحمد العريبي. أهلا بك مرة ثانية، نعتذر عن سوء الاتصال. إذا كنت تسمعني يعني أود أن أجدد عليكم السؤال عن مدى مقبولية محمد الشياع السوداني لدى بقية الأطراف السياسية، ممكن أن يحظى بالمقبولية والدعم لإنجاح حكومته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك والضيوف الكرام ومشاهدي القناة. حقيقة يعني اليوم تكليف الأخ أستاذ محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء أنا أعتبره انتصار للإطار التنسيقي بعد الأزمة وبعد الانسداد السياسي الكبير، وخاصة بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر وترك الساحة الإخوان بالإطار للملمة الشتات، وبالتالي الاتفاق على شخصية. كنا نعرف أن هذا الرجل يعني خلال مسيرته السياسية من 2003 ولحد الآن، مثل ما عبر عن ضيفك الكريم، كانت يعني سيرته الذاتية يعني كلها بعيدة كل البعد، يعني لم تلطخ إيديه لا بالدماء ولا بالفساد. يعني مثل ما قال محافظ، قيم مقام، محافظ، مجلس محافظة، وبالتالي مجيء إلى استلام حوالي 3 أو 4 وزارات، كلها كانت يعني كان ناجح بكل تقييم. وحتى بالنسبة إليه كمقبولية لدى كل الكتل السياسية من خلال تواجده بالبرلمان أو بالوزارة كانت له مقبولية كبيرة من الأخوان بالسنة والأخوان والأكراد. هو أصلا يمتلك من 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 قوة الشخصية ومن الصراحة المطلقة اللي يمتلكها هذا الرجل، أنا أتوقع راح يكون عامل إيجابي لغرض أن نعبر بهذه المرحلة. تعرفها مرحلة صعبة، وأنا أتمنى كذلك من الأخوان وعلى رأسهم يعني الزعيم مقتدى الصدر أن حقيقة يساند هذه الشخصية. تتوقع السيد الصدر وتيار الصدري سيدعم ترشيح السوداني، يدعم حكومته من أجل النجاح بتأدية مهامها وتقديم الخدمات؟ أنا متوقع في حالة إذا كان الإطار اشتغل ويا هذا الرجل بصدق وكانوا داعمين إليه، مو داعمين لأغراض الحصول على مناصب أو الحصول على مغانم معينة، إذا كانوا له داعمين له في سبيل العبور بالمرحلة ويعني الابتعاد عن المنافسات التجارية وما أشبه ذلك مما كنا يعني نلاحظها خلال الفترة السابقة. المن حتى في حالة أنا أتوقع هذا الرجل يمتلك من الصرامة ويمتلك من الشجاعة، يعني أتمنى من الأستاذ محمد الشياع السوداني أن يكون بنفس الشخصية وبنفس الصرامة حتى لا يستطيعون الذين يتصيدون بالماء العكر في سبيل تمرير بعض الشخوص في كابينة الوزارية المقبلة. أعود لك سيد مهدي، حسم الكتلة الأكبر لمرشحها باختيار السيد السوداني راح يفتح باب جديد لحوارات جديدة ما بين الديمقراطي وكذلك الاتحاد مع قوى الإطار وبقية القوى الأخرى؟
حقيقة قبل ما أجابك على هذا أكو ملاحظة، وهي أنه يعني رغم أنه ما يحمله وامتلك السيد محمد الشيعة السوداني من كل الوصفات الجيدة جدا، هناك نقطتين. النقطة الأولى يجب أن يكون هناك الاعتماد الأول والأخير على البرنامج الحكومي اللي سوف يقدمه ومدى تطبيق هذا البرنامج اللي لمدة 18 سنة كم برنامج تقدم ما قدرنا نطبق ولا 1% من البرامج اللي مرت على الحكومات السابقة. إذن أهم ما يكون في الحكومة القادمة، لأنه هناك تحديات كبيرة أمام هذه الحكومة، التحديات الأمنية الاقتصادية السياسية الاجتماعية، كل التحديات أمام هذه الحكومة، فيجب على أن يكون أولا هذه الحكومة برنامجها قوي وليس بمطول 30 ورقة، يكون مختصر ويعطي وعد أنه سوف أستطيع أن أحقق 1، 2، 3، 4. هذا واحد. اثنين، الأهم من البرنامج الحكومي هي ما ذكرها الأخ الشيخ العرابي، وهي أنه كتلة الأكبر، الكتلة الأكبر هنا أولا تتحمل نتائج الفشل لا سامح الله والنجاح، ثانيا تستطيع في داخل قبة البرلمان أن تهيئ الأرضية الكاملة للحكومة ولرئيس رئيس المجلس الوزراء من مشاريع، تقدم له مشاريع، تقدم له قوانين تساعد على تنفيذها من أجل تقديم خدمات. بمناسبة أنه سميت هذه الحكومة حكومة خدمات، يجب أن توفر لهذه الحكومة الأرضية الصالحة والكاملة من أجل أن تستطيع أن تقدمها للشعب وتنجح في عملها، لأنه ليس أمام هذه الحكومة وهذا خاصة للأخوة في الإطار سوى النجاح أو النجاح، غير هاي ماكو. أما بالنسبة أعتقد انتخاب رئيس لانتخاب السيد محمد الشيعة السوداني أعطى حافز أولا للقوى الكردية أنه يكون شيء ضاغط عليه باعتبار أنه يجب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية، وأعتقد خلال يومين قادمين إن شاء الله سيكون هناك لقاء الزعيم مسعود البارزاني مع السيد بافل من أجل حسم هذا الأمر نهائيا، ويكون هناك شخصية واحدة يأتي بها إلى بغداد وإلى قبة البرلمان من أجل تسلم رئاسة الجمهورية إن شاء الله. هذا الأستاذ علي، يعني يبدو من كلامكم وكلام المراقبين أن هناك تفاؤل باختيار شخصية السوداني لرئاسة الحكومة، لكن ليش ما تم اختياره سابقا وهو كان مرشح لأكثر من فترة، يعني أو لأكثر من سنة مضت؟ أم هو يعتبر الرجل رجل لهذه المرحلة، وهل سيتمكن من تجاوز تحديات هذه المرحلة كأول تحدي النجاح بتشكيل الحكومة والعبور بهذه الحكومة لتحقيق أهدافها؟ طبعا هذا راجع لموضوع التوازنات، يعني عنصر القوة، قوة الإطار إذا ترجع قبل عامين أعتقد مشتت، وهذا التشتت وهذا الضعف انعكس سلبا على اختيار الشخصيات المرشحة، لذلك عندما يكون المرشح ضعيف قطعا المرشح راح ينعكس عليه، فبالتالي عدم اختيار السيد الشيع في المرحلة السابقة الخلل لم يكن في شخصية السيد محمد الشيع، الخلل كان في قوى الإطار الشيعي، تفرق الحقيقة الآراء وعدم وجود وحدة رأي هو اللي أضعف هذا الاختيار. الآن لا، الموضوع اختلف، يعني مع تغير هذه الموازين وعودة الإطار إلى قوة متماسكة كبيرة جدا انعكس إيجابا على السيد الشيع، فبالتالي انتقلنا من مرحلة حكم الشارع إلى حكم الطبقة السياسية، والطبقة السياسية الآن متوازنة، راعت برأيي كل المزاجيات الداخلية والخارجية، لكن ليس على حساب قوة شخصية رئيس مجلس الوزراء للمرحلة القادمة. التوازن كان موجود، وهذا التوازن برأيي سيكون عنصر قوة في المرحلة القادمة، يعني أتوقع أن يكون هنالك دعم من قبل الأخوة الكرد والأخوة السنة في المرحلة القادمة. الكل يدرك أنه المرحلة القادمة الكل يسير بمركب واحد، وبالتالي يجب أن يكون هنالك دعم وتصفير إلى حد ما للأزمات. السيد الشيع بحكم مقبولية شخصيته على المستوى الداخلي والخارجي قد يكون عنصرا إيجابيا لتحول حقيقة موضوع التنظير في تصفير الأزمات الداخلية والخارجية إلى المستوى التنفيذي، فبالتالي قوة الإطار لها أهمية كبيرة جدا على شخصية السيد محمد الشيع، وسوف تستثمر أنا أعتقد قوة شخصيته مع قوة الإطار في المرحلة القادمة لتحقيق نجاحات على مستوى أداء وعمل الحكومة القادمة. طيب أستاذ أحمد، ماذا يعني الاتفاق على شخصية رجل لا ينتمي إلى الأحزاب النافذة واختياره والتوافق عليه لرئاسة الحكومة المقبلة؟
عبد العزيز حقيقه انا هذا الرجل تربطني به علاقه قويه جدا، وكنت قريب جدا يعني من ان دخل خلال الانتخابات الاخيره، يعني انا معاناه الرجل. لذلك اقول لك انا اتمنى من اخوان اطار ان ينسون الماضي ويعملون على دعمه بصوره صحيحه. هذا الرجل هو يمتلك شخصيه، وكنا نتمنى هذا الرجل يجي بالمرحله السابقه بعد عادل عبد المهدي. لو كان السيد محمد الشيع السوداني استلم رئاسة الوزراء في تلك الفترة، أنا أتصور كان عبرنا بمراحل كبيرة جدا. الرجل له مقبولية داخلية كبيرة من جميع النواحي، من جميع الجوانب، يعني أخلاق، نزاهة، كاريزما، عنده مقبولية الرجل، إضافة للعلاقات اللي تربطه مع كل المكونات، يعني الإخوان المكون السني الكل مجمعين بأن هذه الشخصية يعني يستاهل ان يكون هو رئيس وزراء العراق، وكذلك الاكراد. احنا نتمنى وكذلك اتمنى في الفتره القليله القادمه، يعني بعد ان تفقه الاطار على ترشيح السيد محمد، نتمنى ان يكون تغيير جذري حتى نوصل رساله للشارع العراقي. احنا هالمره جادين بان تكون هنالك حكومه خدمات ومجلس تشريعي حقيقي. انا مع تغيير رئيس الجمهوريه، ان يكون رئيس جمهوريه جديد، ان لا يعني ان لا ياتي الدكتور برهان صالح، يعني تدري خلافات كبيره داخل الاطار وكذلك داخل الاخوان بالحزب الديمقراطي على هذه الشخصيه. انا اتمنى اختيار شخصيه وسطيه نزيهه تؤدي دور رئيس الجمهوريه موجود، يعني انا عندي بعض يمكن ويانا سيد مهدي يمكن ارتاح لهذا الراي. سيد احمد يعني نتناقش، هذا راح يكون ملفنا الثاني. اسمح لي سيد احمد، هذا راح يكون ملفنا الثاني من الحصاد. اذا ضيوفنا مشاهدينا الكرام، ننتقل سويه الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه. لا توافق كردي بشان اختيار مرشح رئاسه الجمهوريه، فهل سيحسم مع تمسك الحزبين بمنصب الرئاسة؟ إذن مشاهدينا، ما زال البيت الكردي محور الانتظار بالنسبة لتشكيل الحكومة، فالإطار التنسيقي بعدما أنهى مهمة باختيار رئيس الوزراء والإعلان عنه، تبقى الأحزاب الكردية محل خلاف وصراع بينهما، لكن لم يستمر هذا الخلاف أو لا يستمر طويلا، وسينتهي بحل أما بحل اتفاقهما على شخصية معينة لإشغال منصب رئاسة الجمهورية أو تقديم المرشحين للبرلمان، ومن بعدها هو من يحكم من خلال تصويت الثلثين من النواب. فنتابع. في رحلة البحث عن الرؤساء بعد العملية الانتخابية التي شارفت على مرور عام عليها ولم تجنى ثمرتها مبكرا، حيث وقفت الخلافات الكردية قاطعة الطريق على المضي بإكمال ملف تشكيل الحكومة، فبعدما كان من المؤمل أن يصبح النظام السياسي المشوه في البلد أمام تغيير واقع مختلف، تعرقل بمحطات النزاعات المتعددة منذ أشهر، وكانت العقبة الأخيرة هي الخلاف الكردي. فقد نشبت بين أحزابه الصراعات، إلا أن المراقبين يضعون حلاً يتضمن تنازل أحدهما من أجل تمرير رئاسة الوزراء والجمهورية في سلة واحدة وبرضا جميع الأطراف، خصوصاً وأن الإطار الشيعي قد حسم أمره باختيار مرشح رئيس الوزراء، واليوم قد أعلن عن تلك الشخصية التي يراها مؤهلة لتسنم هذا المنصب. أما مرشح قصر السلام فقد اختلفت المصادر في شأنه، فمعلومات مسربة تفيد بطرح اسم عبد اللطيف رشيد مرشح تسوية للبيت الكردي بعد حسم الخلافات بين الحزبين ليفوز في سباق رئاسة الجمهورية، وأخرى نفت ذلك بعدم حسم هذا الملف بين الأحزاب الكردستانية، إذ تبقى الأمور معلقة إلى حين زوال تلك الضبابية بتصريح مؤكد من داخل البيت الكردي. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبعد أن تابعنا هذا التقرير نعود بالترحيب إلى ضيوفنا الكرام، ونعود لك مرة أخرى سيد مهدي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. بداية يعني مع اتفاق الإطار التنسيقي على مرشح لرئاسة الحكومة، القوى الكردية هل من بادرة لحسم موقفها تجاه مرشح رئاسة الجمهورية؟ أكيد، يعني انتخاب السيد محمد الشيع السوداني وترشيحه إلى رئيس مجلس الوزراء يعتبر أولا مثل ما ذكرت جنابك السير بالعملية السياسية للأمان، ثانيا عنصر محفز إلى الكرد أو الأحزاب الكردية من أجل الانتهاء من عملية أو الاتفاق على شخصية لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يعني كل المعطيات الموجودة خلال يومين القادمين إن شاء الله سيكون هناك مثل ما ذكرت جنابك اجتماع مهم جدا وحاسم بين الزعيم مسعود البارزاني والسيد بافل الطالباني من أجل الانتهاء من هذه القضية وترشيح شخصية مقبولة لدى الطرفين إن كان شخصية، وأعتقد هي أساسا يعني مسألة رئاسة الجمهورية حل أسهل من رئاسة الوزراء باعتبار هناك شخصيتان، إن كان هاي الشخصيتان في مجلس النوابين حال أو سيكون اتفاق على شخص واحد، وكل المعطيات تذهب إلى أن هناك سيكون اتفاق على شخصية واحدة إن شاء الله خلال اليومين القادمين. طيب سيد علي فضل الله، في حال لم يتفق الحزبين الكرديين على مرشح واحد ودخلوا قبة البرلمان بمرشحين، ترجح كفة من؟ الاتحاد والديمقراطي؟ يعني للأمانة هذا الموضوع نتمنى ما نوصل لهذه المرحلة باعتبار أنه آثار عام 2018 لا زالت عالقة في ذهنية الحزب الديمقراطي. الأخوة حقيقة يعتبرون جزء من العملية السياسية، وهم مستاءون من بعض القوى السياسية الشيعية على أن القوى السياسية الشيعية قدمت مرشح الاتحاد في ذلك الوقت، نفس الخلاف وصلنا له، لم يصلوا إلى مرشح، اجوا للبرلمان فوقع الاختيار في وقتها على مرشح الاتحاد. طيب اعتبار انه ما هي هاي الديمقراطيه؟ احسنت، مرشح البرلمان يصوت. لا بالاخير 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 اكيد لازم، وللامانه الحكومه معطله والشارع الان مستاء، عبرنا 9 أشهر حكومه ماكو، لذلك سؤالك اتوقع ان يكون مرشح الاتحاد هو الاقرب الى قوى الاطار التنسيقي، وباعتبار قوى الاطار التنسيقي تمثل الان الغالبيه داخل البرلمان، لذلك قد ترجح كفة مرشح الاتحاد إذا ما لم يصلوا إلى مرشح تسوية فيما بينهم. أعتقد الأقرب أنه هنالك مرشح لحد هذه اللحظة، على حد علمي أنه بدأت بوادر الاتفاق تحصل ما بين الاتحاد والديمقراطي لحلحلة هذه الأزمة، وبالتالي الذهاب إلى البرلمان باتفاق كبير، هذا الاتفاق يعطي دعامة أيضا للأخوة الكرد في موضوع التفاوض مع باقي القوى السياسية، لذلك المرجح أن تحل الأزمة خلال الساعات القريبة القادمة بإذن الله، وبالتالي تصبح هنالك تسوية، وبالتالي نخلص من موضوع الإحراج اللي قد يتسبب بموضوع الاختيار داخل البرلمان العراقي. لكن بالمجمل إذا لم يصل إلى اتفاق فقط عن مرشح الاتحاد هو الأقرب للاختيار. طيب نرحب مرة ثانية بالسيد أحمد عرابي، كنت تتحدث عن رغبة أو رؤية أو أفضلية بتغيير رئيس الجمهورية سيد أحمد، لكن هذا التغيير برأيك يكون لصالح من؟ الاتحاد للديمقراطي؟ لا بد ان يكون هنالك اتفاق بين الاخوان، يعني نتمنى يجون للبرلمان بمرشح مرشح واحد، ما اتمنى ان يكون مرشح وسطي يعني يتفق عليه من قبل الزعيم مسعود برزاني والاخ بافل. لا المشكله يعني حتى الاخوان داخل الاطار، حتى الاخوان كان عندهم يعني كانوا يتمنوا ان كل الرئاسات ان تكون جديده، حتى يعني تكون مرحله جديده يستبشر بها الشعب العراقي بالخير. يعني انا اتمنى ان يكون يعني في حاله اذا يعني اغلب المتواجدين حاليا بالاطار التنسيقي ما يحبون ان يكون دكتور برهان صالح رئيس الجمهوريه العراقيه. فلذلك نتمنى اختيار، وموجود الشخصيه الوسطيه موجوده ورجل يتمتع بنزاهه، ونتمنى ان يكون عون للاستاذ محمد الشيع السوداني، هو لطيف، سيد لطيف، رجل دار وزاره في افضل تاريخ لوزاره الموارد البشريه كانت في زمن الاستاذ لطيف، فلذلك نتمنى الاتفاق على هذه الشخصيه، وكذلك في حاله الابقاء والدخول للبرلمان مرشح الاتحاد اللي هو الدكتور، يعني هذا استفزاز، استفزاز كبير راح يكون، هم راح نخلق لنا مشكله جديده، انت تعرف السيد مقتدى الصدر بتغريدته برهم لا يرهم، يعني هذه هم
لازم ناخذها بنظر الاعتبار. احنا نكون نبتعد عن كل التشنجات، ناتي بشخصيات مرحب بها سواء من قبل التيار الصدري المسحوب حاليا او من قبل داخل الاطار التنسيقي وكذلك من قبل الشعب العراقي. فلذلك على الاخوان الكرد وخاصه نحن نحول على حنكه السياسيه اللي يملكها الزعيم مسعود البرزاني بان يكون صاحب قرار واختيار شخصيه حقيقيه تقدر تدير الرئاسه العراقيه بالفتره القادمه بالصوره اللي يطمح لها المواطن العراقي وكذلك الكتل السياسيه، وبدون استفزاز، ارجع اقول وبدون استفزاز الى تيار كبير هو تيار مقتدى الصدر الذي عادها مره ومرات بان هذا الرجل لابد ان يقصى من رئاسه العراق. فلذلك حفظا وحرصا على فعلا ان نعبر المرحله بالطريقه الهادئه والطريقه الدبلوماسيه ان هناك شخصيات كثيره والله العظيم اخواننا كاد مرشحين داخل من ضمن المرشحين لرئاسه الجمهوريه والله يعني رزقار لطيف اخوان كثار موجودين مرشحين يستحقون ان يعني يحصلوا على هذا المنصب. فاحنا نعول ان شاء الله، ارجع مره ثانيه اقول، على حنكه الزعيم مسعود البرزاني لانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن. طيب. مثل ما كان هنالك نكران للضمير من قبل الاستاذ نوري المالكي وانسحابه من سباق الترشيح لرئاسه الوزراء، وبالتالي فسح المجال الى الخط الثاني حتى نعبر بالعراق الى مرحله حقيقيه تستطيع النهوض بالواقع الخدمي الصعب جدا اللي يمر به المواطن العراقي. طيب سيد مهدي، يعني يبدو ان دعم الاطار لمرشح الاتحاد مؤكد، هذا الا يضعف موقفكم التفاوضي ام لديكم اوراق تفاوضيه اكثر قوه؟ هناك متغيرات كثيرة أصبحت خلال الفترة الماضية، وخاصة مثل ما ذكر أخي العزيز الشيخ العريدي أحمد العريدي، وهي أنه أولا تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر بالنسبة للدكتور برام صالح، أيضا المشاكل السابقة اللي كانت مسببها الدكتور برام صالح للأخوة في الإطار والكتل السياسية خاصة في ترشيح رئيس الوزراء في زمن عادل عبد بعد عادل عبد المهدي. لهذا السبب هذه المتغيرات يعني لحد هذه اللحظه موجوده، وكثير من الكتل السياسيه اللي موجودين داخل الاخوه في الاطار لا يرغبون في استمرار الدكتور برهان صالح. هذا جانب. الجانب الثاني، اعتقد هناك نظره ابويه لدى الزعيم مسعود البرزاني من اجل حل هذه المشكله، واعتقد سوف يكون له كلمه الفصل خلال اليومين القادمين، وان شاء الله يحل بشخصيه مقبوله لدى الكل وحتى لدى الحزبين ان شاء الله قريبا جدا. طيب سيد علي، يعني الإطار ليش يعني نشوفه مو كلش دا يتحرك لدعم مثلا مرشح على حساب مرشح آخر، أو تدخله مو كان جدي أو قوي إلى درجة كافية لحسم موضوع شخصية رئاسة الجمهورية سواء من الاتحاد أو من الديمقراطي، أم الإطار يعني تارك الموضوع فقط للأكراد كما الأكراد لم يتدخلوا بقضية من يستلم رئاسة الحكومة؟ يعني سابق الشهر اعتقد هذا الموضوع يعني اصبح عرف سياسي سائد، تحول برايي الى قاعده تقريبا دستوريه، فبالتالي من باب حفظ العرف ما تحول الى قاعده دستوريه، العرف قابل للتغير. لا قطعا، بس الان احنا اذا ترجع من باب انه احترام الخصوصيه للاخوه الكرد باعتبار حفظ التوازنات مطلوب في العمليه السياسيه، لحد الان الاطار ما اجى دوره حتى يتدخل، الاطار يتدخل اذا ما وصلنا الى مرحله لا حل لدى البيت الكردي من خلال التفاهمات ما بين الاتحاد الديمقراطي. في حال وصول الحزبين إلى مرحلة انسداد والوصول إلى البرلمان قطعا في هذه المرحلة الإطار غير مخير، لكن لحد هذه اللحظة الإطار يحترم خصوصية أنه هذا المنصب من نصيب الأخوة الكرد، وبالتالي لا يريد أن يرجح كفة على حساب كفة أخرى. إذا وصل إلى مرحلة أنه راح يرجح كفة على حساب كفة أخرى، وبالتاكيد راح يرجح كفه الاتحاد ومرشح الاتحاد ويصوت له. طيب الاطار ما يتخوف من
رد فعل الديمقراطي كعرقلة تشكيل الحكومة؟ لا قطعا الأمور في الجانب السياسي سيد بشار ما تأتي كلها مثل ما تريدها أنت، لكن بالمجمل أكيد عندك استراتيجية وسياسة. نظام التحالفات اللي صار في هذه العملية السياسية يملي على الإطار أن يقدم عفوا الاتحاد على الديمقراطي، فبالتالي تقول لي أكو عواقب، قطعا أكيد راح تكون أكو ردة فعل من قبل الأخوة في الديمقراطية في هذا الموضوع في المرحلة القادمة، لكن بالمجمل إحنا عندنا ضرورة للمرحلة القادمة يجب اختيار رئيس جمهوري، لأن الآن خارطة طريق تشكيل الحكومة متوقفة على خطوة اختيار رئيس الجمهورية، فبالتالي هنالك ضغط الآن كبير جدا. حتى إعلان بالمناسبة كان المفروض الأخوة في الإطار التنسيقي يتحفظوا على اسم المرشح، لكن من باب تقليل الضغط على قوى الإطار حتى يوصلوا رسالة أن المشكلة ترى مو قوى الإطار في موضوع تأخر تشكيل حكومة، استعجلوا حتى في موضوع الإعلان وكأنه رسالة طمأنة للشارع العراقي على أن المشكلة هي لدى البيت الكردي في موضوع اختيار رئيس الجمهورية، فمتى ما اختار الأخوة الكرد رئيس الجمهورية فموضوع خارطة طريق تشكيل الحكومة سوف تمضي وسوف نصل بأسرع وقت إلى إنهاء ملف كابينة الوزارية وبالتالي نيل الثقة من قبل البرلمان العراقي في المرحلة القادمة. طيب سيد أحمد، الإطار التنسيقي حاليا يرهن قضية حسم تشكيل الحكومة بحل الخلافات داخل البيت الكردي، طيب هل هذا تحميل للكرد مسؤولية أي تأخير بهذه العملية السياسية أو تشكيل الحكومة والمضي بالبلد إلى بر الأمان؟ أخي العزيز، هم الكل كانوا يتوقعون بأن التأخير راح يكون عند الإطار التنسيقي، وكان هناك تأخير فعلا عند الإطار، بس تعرف لله والشكر هذه الأزمة عدت، ونتمنى من الأخوان كذلك بالتحالف الكردستاني أن يهون شغلة ترشيح رئيسه. بس أنا جاي أقول يعني حتى في حالة الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، مرشح الديمقراطي ومرشح، إحنا في آخر ظهور للزعيم دولة القانون الأستاذ نور المالكي بالعلن قال أنا أرفض، نحن كدولة القانون نرفض ترشيح برهم صالح لدورة أخرى، وكذلك القطب الآخر اللي هو الأخ مسعود البرزاني، وكذلك القطب الأكبر اللي هو الأخ مقتدى الصدر. فإحنا أنا أتمنى من لابد أن يكون هنالك مباحثات جدية من قبل الإخوان بالإطار التنسيقي مع الإخوان بالاتحاد، تعالوا في حالة دخولنا منفردين، ولا ما هذا ما نتمناه في حالة الدخول منفردين مرشح الديمقراطية ومرشح، أنا متأكد الإخوان بالإطار التنسيقي راح يكونون مع مرشح الاتحاد للمواقف اللي مثل ما نعرفها بالثلث المعطل والثلث الضامن. فلذلك نتمنى تكون هنالك مباحثات جدية مع الأخ بافل في حالة إصرار الإخوان بالذهاب إلى شخصين، عليكم أن تختاروا شخصية تقترب مو شخصية برهم صالح، لأن برهم صالح شخصيته جدلية عليه خلافات بين ثلاث أقطاب كبيرة جدا، خلاف من قبل السيد مقتدى الصدر، وخلاف من زعيم دولة القانون، وكذلك من خلاف من السيد مسعود البرزاني. إذا الأصلح هو اختيار شخصية وسطية، ويا أخوان والله موجودة، وأنا متأكد يعني عندي بعض المعلومات بأن السيد مسعود البرزاني في حالة الوصول إلى خط النهاية وعدم التوصل أنا متأكد يحبذ أن يدعم شخصية لطيف، لطيف شخصية مستقلة يعني مستقلة، ويقدر يعني يكون عامل جمع بين الاتحاد وبين الديمقراطي. طيب سيد مهدي، يعني الإطار حسم قضية شخصية أو من يتولى رئاسة الحكومة، والأحزاب الكردية أيضا ستحسم هذا الموضوع يبدو قريبا، سواء بالتوافق والاتفاق أو في البرلمان. طيب تساؤل يعني هنا عن موقف التيار الصدري، هل سيبقى متفرج؟ يعني أتمنى أنه يكون أولا على شخصية، إن كان بالنسبة لرئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الوزراء، عدم استفزاز هذا التيار وشارعه وجمهوره، باعتبار أنه لا سامح الله إذا لم يصير اتفاق على شخصية، وانتخاب برهم صالح اعتقد سيكون هو استفزاز لي، مثل ما ذكر الاخ العزيز الشيخ العريبي، هو استفزاز لهذا الشارع، وكذلك حتى استفزاز لدوله القانون.
فبكل المعطيات الموجودة وكل الأمور الموجودة أنه سيكون شخص مقبول لدى الكل ولدى الكرد أيضا من أجل سير بالعملية السياسية للأمام خلال اليومين القادمين. سيكون بيئة انفراجة، وخاصة يعني ذكرت لجنابك أن هناك نظرة أبوية لدى الزعيم مسعود البرزاني خاصة بالعملية السياسية وحتى في داخل العملية السياسية بما يخص الكرد بشكل عام، باعتبار أنه راعي لها لأنه الأب الكبير الآن هو، وأعتقد لديه رؤية مغايرة لكل الرؤية الموجودة داخل الأحزاب الكردية. لهذا السبب أتوقع خيرا إن شاء الله خلال الأيام القادمة ستكون انفراجة لهذا الموضوع. إذن سيد علي، توقعات إيجابية تحسم شخصية رئاسة الحكومة وكذلك ستحسم قضية رئاسة الجمهورية بإذن الله، لكن ماذا بعد؟ يعني قطعا الآن احنا منتظرين العمل. الشارع العراقي بأوج حقيقة انتظاره لأن تكون هنالك حكومة، وحكومة فعلا حكومة خدمات تعني بشؤون المواطنين. وأعتقد في حسابات السيد محمد الشياع والهيئة القيادية في الإطار التنسيقي أنه يجب أن تكون هنالك أهداف آنية مستعجلة وسريعة، احنا نسميها أهداف تكتيكية وليس أهداف استراتيجية، لأن التكتيك إذا نجح بالإطار في المرحلة القادمة من خلال بعض الأشياء اللي تناغم مشاعر المواطن العراقي على المستوى الخدمي وموضوع البطاقة التموينية وكذلك موضوع الكهرباء وبعض الوزارات المعنية بالمواطن كالتربية والصحة، إذا ما نجح في إدارتها في المرحلة القادمة قطعا سوف ينعكس إيجابا على المستوى الاستراتيجي. لذلك المرحلة القادمة المنتظرة بعد تشكيل الحكومة هو الذهاب إلى التنفيذ وتحجيم الفساد، ما نقول القضاء على الفساد لأن شيء حقيقة مستحيل، لكن تحجيم الفساد المالي والإداري في المرحلة القادمة ضرورة ملحة على أداء وعمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة القضائية. طيب، رئيس وزراء توافقي ورئيس جمهورية سيأتي بالتوافق أو بالتصويت، أيضا سيكون مقبول بحسب بعض المؤشرات، في هذه الحالة إلى أي مدى سيكون هناك تنسيق وتفاهم وسلاسة بالتعامل ما بين هاتين الرئاستين الوزراء والجمهورية؟ لا قطعا يعني احنا قد تكون من نقاط الضعف السابقة هو الانفصال ما بين السلطة التنفيذية، ما بين رئاسة الجمهورية والتنفيذية تحديدا رئاسة مجلس الوزراء. لذلك الآن في المرحلة القادمة أعتقد أن هنالك تفاهمات كبيرة جدا، خصوصا إذا ما مضى الاتحاد في موضوع التفاهم مع الديمقراطي، قد يكون باعتبار أن الاتحاد جزء الآن من الائتلاف مع قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي هو قريب من المنهاج الحكومي المعد من قبل الهيئة القيادية. لذلك أتوقع أن يكون هنالك تفاهمات على مستوى كبير جدا، هذه التفاهمات ستنعكس إيجابا على أداء الحكومة القادمة، وبالتالي يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه التفاهمات داخل السلطة التنفيذية. طيب، دعونا قبل الختام نطلع على نتائج الاستبيان، وهل سيحسم أو يحسم الخلاف الكردي مع تمسك الاتحاد والديمقراطي بمنصب الرئاسة؟ كانت الإجابات 15% نعم، و 75% كلا، 10% متحفظ. الشكر جزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله، كنت ضيفا كريما علينا، وشكر جزيل لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم، شكرا لك سيد مهدي كنت ضيفا كريما، والشكر أيضا للنائب السابق السيد أحمد العريبي كنت ضيفا كريما عبر سكايب، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.